وللمزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو نور الدين الحموري الخبير الاقتصادي وكبير استراتيجيين في أمانة كابيتال. أهلا بك معنا في اليوم على الحرة. وبداية يعني وفقا لما سمعناه في التقرير فإن البطالة بين الشباب في العالم العربي هي النسبة الأعلى في البطالة في العالم، لماذا هذا؟ لماذا؟ بيعود سؤال نوعا ما من سياسات الدولة أو الدول بشكل عام، لأنه في خلال الفترة الماضية يعني أو خلال نقول ال 15 سنة الماضية لم نرى فعليا تطوير في المناهج، على الأقل في المناهج الدراسية نوعا ما، ولا يوجد هناك حتى دعم ل نحن اقتصادات ناشئة نوعا ما ممكن أن نقول أو نامية بشكل أو بآخر، لكن لا يوجد دعم لأي من المشاريع الصغيرة أو خصوصا مشاريع الشباب. لكن هذا طبعا أدى ما يعني أحد الأسباب التي أدت إلى الثورات العربية بشكل أو بآخر. إذا بتلاحظوا بنفس الوقت أنه معظم الشباب الآن يفكر في الخروج خارج البلاد العربية، وأكثرها خارج البلاد العربية أو بشكل لنقول خلال بلاد الشام إلى دول الخليج أو دول المغرب العربي. لكن يعني هذه الشيء الآن أصبح صعب جدا، لأنه بعد الأزمة المالية العالمية هناك العديد من العرب عادوا إلى منطقة الدول العربية بسبب تسريحهم. طبعا ليس هم فقط، ليس يعني ليس شرطا أن يكون عربي، لكن الأزمة المالية العالمية فعليا ضغط بدورها على البطالة العربية، لأنه معظم الناس سواء في دبي سواء في الدول العربية أو في خارج الدول العربية عادوا إلى بلادهم بسبب الأزمة المالية العالمية. تكمن الأسئلة مجددا الآن، كيف ستقوم الحكومات في كبح جماح ما يمكن أن يحصل خلال الفترة المقبلة؟ طيب يعني أستاذ نور الدين، يعني لو تحدثنا عن نسب وأرقام البطالة المرتفعة جدا في العالم العربي، هل يعني كانت هي السبب يعني أو من الأسباب التي أدت إلى الحراك الشعبي والسياسي في دول الربيع العربي برأيك؟ برأيي الشخصي نعم، يعني هذه احد الاسباب او على الاقل هي، لانه ارتفاع نسبه البطاله كانت يعني تؤدي بشكل او باخر الى يعني ازدياد الدين العام في الدول او على الاقل او ازدياد العبء على الدوله، مما يؤدي الى رفع اسعار سواء السلع الاساسيه او السلع الكماليه حتى. سواء انت نحن بالنهايه نتكلم عن شباب، والشباب يعني يريدون العمل او يريدون الذهاب الى اي نوع من انواع الترفيه لديهم، فعندما لا يلاقون اي نوع من هذه الانواع وحتى العمل على الأقل على مستوى شاب، من الممكن فعليا أن نرى هذا الانفجار الذي حصل. لأنه حتى في مصر أو حتى في أي دولة أخرى شاهدنا أن الشباب كان لهم الدور الأكبر من كبار السن في الثورات العربية. فهي فعليا الضغط الذي حصل خلال الفترة الماضية على مدار أكثر من 20 سنة هو فعليا ما أدى إلى ذلك، ولا أعتقد أنه فقط أن تكون مسيرة أو مسيسة بشكل. طيب أنا أوافقك هذا الرأي، ولكن هل دخلنا في دائرة مغلقة؟ يعني هل أصبحنا البطالة أدت إلى الحراك الشعبي الذي حدث، وهذا الحراك الذي حدث ساهم أكثر في زيادة الأزمات الاقتصادية؟ يعني ما الحل إذن للخروج من هذه الدائرة الجهنمية؟ هو بشكل او باخر الحل صعب جدا، يعني ليس بشكل سهل، خصوصا انه يعني هذه الازمه اللي نقول او الربيع العربي هو نتاج 20 سنه من الضغط سواء على الشباب او على الدوله بشكل او باخر. فهي الحلول نجد ان الحلول فعليا هي حلول ضئيله جدا، لكن يعني نرى بشكل او باخر او نوع من هذه الحلول هي دعم المشاريع الصغيره سواء على مستوى الشباب على الاقل، يعني دعم المشاريع الصغيره وكل الاقتصادات الناميه، او حتى لنقول خلال فتره الازمه الماليه العالميه جميع الدول الاجنبيه قامت بالتركيز على السمول بزنسز او اللي هي الاعمال الصغيره، هي اللي اعطت نوع من الاستقرار خلال ما بعد الأزمة أو خلال سنة 2009 على الأقل. فهي أحد الحلول ممكن أن يكون هو دعم الشباب من ناحية المشاريع الصغيرة. من ناحية أخرى هي يعني لا مجال أمام الدولة غير رفع الضرائب مرة أخرى لإعطاء المزيد من السيولة لتستطيع الدول من جديد أن تقوم بخلق هذه الوظائف اللي هي في الوقت الحالي صعب جدا. نعم. طب إلى أي حد تأثرت يعني دول العالم العربي بالمتغيرات الاقتصادية في بقية دول العالم؟ يعني نحن نعلم أن دبي كانت من أكثر الدول تأثرا، ولكنها يعني دولة الإمارات أعلنت نسبة نمو أعتقد 3%، فهل هذا يعبر عن تعافي وبالتالي يؤثر إيجابيا على البطالة؟ هو يعبر عن تعافي، لا أعتقد ذلك، لأنه في الوقت المقبل يعني نحن نحضر خلال الفترة الماضية أو خلال على الأقل خلال الأسبوع الماضي هناك أصبحت مؤشرات كبيرة في الاقتصادات العالمية، وعلى الأقل في يعني كانت المشكلة الآن في أوروبا، لكن خلال يوم الجمعة الماضي أظهرت مؤشرات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عودة ارتفاعها من جديد وانخفاض مستوى التوظيف.
طبعا هذا ممكن أن يعطي إشارة إلى الاقتصاد العالمي بشكل كامل وليس من الاتحاد الأوروبي. الآن كيف سيؤثر على الدول على الدول العربية؟ الدول العربية نفس ما حصل في الأزمة المالية العالمية هو تسريح العمالة العربية، ممكن أن يؤدي إلى رفع مرة أخرى إلى رفع يعني العبء على الدول من جديد وعودة المغتربين. المغتربين دائما تحويلات المغتربين لديها بجانب إيجابي بالنسبة للحكومة، لأنها تستخدم هذه الليكويديتي للاستثمار على المدى القصير. فيعني خلال الفترة المقبلة ما يمكن أن يحصل في دول الاتحاد الأوروبي أو الدول العالمية سيعطي أيضا من جديد الضغط على الدول العربية. طيب أشكرك شكرا جزيلا نور الدين الحموري الخبير الاقتصادي وكبير الاستراتيجيين في أمانة كابيتال، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. وبعد قليل